3 2 1. احنا اليوم موجودين مزرعة بايوماس، وبايوماس تعتبر من اكبر الشركات المنتجة والمصدرة للمنتجات الاورجانيك بلبنان والوطن العربي والعالم كله. وموضوعنا اليوم نتكلم عن لحظة قبل لا نتكلم عن الموضوع، تفاعلكم وايد مهم، كومنتس لايكس سبسكرايبز ودزة حق كل اللي تعرفهم. اوكي كتبوا كومنتس الله يخليكم. شلون تقدر تكسر حاجز الزجاجي بينك وبين المشاهد وتخليه يحس بروح البرودكت اللي انت قاعد تصوره؟ شكرا عبد الرحمن. شكرا. قاعد صور فيها. تكنيك راح نتعلمه مع بعض راح يفرق وايد معانا في طريقة التصوير. طبعا راح نطبق هالتكنيك منتجات بايوماس الاورجانيك اللي مستضيفيننا عندهم بمزرعتهم. قاعد يطلع صوتي. راح نحتاج بالتصوير اي شيء شفاف نقدر نصور من برا ونقدر نشوف اللي داخل. ممكن نستخدم هذا الماعون، ما ادري ايش يسمونه، بايركس او شيء. تفضل انك تصور بكاميرات فيها هاي فريم ريت. وعشان نقدر نبدي احتاج مساعده. سلام يا جماعه. لينا فكهاني. ييه. يعطيك العافيه. نبدي؟ يلا بينا. جيب الفراوله. جرب واحده. خير خير خير. جرب نقطهم كلهم. يعني وده كده عبد الرحمن الخميس. اللي نفك عيني. وايد اشياء تقدرون تسوون اكثر من كذي، بس احنا قاعد نراويكم طريقه التكنيك هذا. اهم شيء انه يكون سلو موشن. ايوه انا سعيده والفوتج حلو جدا لما طلع. طب ممكن اوضف؟ طيب شكرا لينا. اتمنى صدق انكم استفدتوا من هالفيديو، وبالنهايه لا تنسوا تسوي لايك شير وسبسكرايب وكتبوا كومنتس كثر ما تقدرون، ودزوا الفيديو حق كل اللي تعرفونهم، وخلي عينك مختلفه.